صباحكم ورد وعسل، بحبكم وافضل احبكم على طول، خليكم معايا وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله. Третя планета від Сонця – наша Земля. З океаном і з рідкої води. Railroad station took a sad, lonely man. بصوا الفكرة دي يا جماعة، هنا بيعملوا الفطاير، هم من جورجيا. بصوا بيعملوا نوع من أنواع الفطاير، بص شكلها غريب جدا، أنا بصراحة أول مرة أشوفها. بصوا أهي عبارة عن كده، بس مش عارف طعمها بصراحة، وأنا ما باكلش أصلا من الشارع، استحالة أكل من الشارع. زي ما انتوا كده. بصوا يا جماعه، الحلال اهو، دي الاماكن اللي بتشتري منها حلال، كل ده لحوم حلال مذبوحه على الشريعه اهو. بس اللحوم لحمه ما شاء الله، بص حلال حلال يا جماعه والله. ده المحل ده نظيف جدا. ما شاء الله، كل الناس المسلمين بتيجي، المسلمين بيجوا يشتروا من المحل هنا. بصوا اللحوم، بص شياكه بنظافه طبعا، من المحل اهو، حلال مكتوب عليه حلال، للناس اللي بتسال في خاركوف عن حلال. ده مش حلال، ده حرام. ده مش حلال. بصوا يا جماعه اهو، بتيجي كل ده حلال اهو، خرفان، حتى الخرفان بتاعتهم اهي اهي حلال برضو. هنا برضو يا وائل، ده هنا هنا سيفونينا. هنا سيفونينا طبعا. بصوا الدهن الخنزير ب 140 جريفن، اللي ب 90 ب 130. بصوا اي حاجه لانكم غالي هنا برضو، ب 130 140 270. بصوا اللحم بتاعه سبحان الله، 125 يعني انواع. بصوا القلب بتاعه ب 45 جريبن، والكلاوي بتاعته نفسه. ممكن. بصوا ده مش عارف سمان ولا ايه، يعني كل ده مدخن، الحاجات دي مدخنة. ليه؟ بصوا يا جماعة، دي وراك فراخ، وراك رومي اهو فراخ. بصوا كل ده متدبل، حاجات كتيره جدا، سوق كبير. وخليكم برضو معايا. بصوا بقى هنا قسم الاسماك يا جماعه، السوق برضو معلبات، مش عارف فيليهات، معرفش ايه الحاجات دي. انا عشان ماليش في السمك، فصعب ان انا ايه اشرح الموضوع ده، بس برضو غاليه لان المنطقه كلها غاليه. بص السمك اهو، ده ايه اللي ب 620 جريفن ده؟ يعني في نوع ب 620 جريفن. هنا السمك غالي جدا على فكره، انا ما اعرفش الاسعار. بصوا بقى اللي هي القطع، ما اعرفش ايه الحاجات اللي هي ال 550 جريفن، ما اعرفش ب 25 جريفن القطعه دي، اللي هي الكوره دي، الكيكه دي ب 25 جريفن، الحاجات دي.
يعني زي ما انتوا شايفين يا جماعه بحاول ان انا اعرفكم الاسعار، بس الاسعار اللي هي موجوده في المنطقه هنا في مدينه خرم. بصوا بقى يا جماعه الجمبري بكام؟ ب 680 جنيه. بصوا مش كبير ومش متقشر، يعني عشان تعرفوا ده ب 270 جنيه، ب 300، ب 140 جنيه الكيلو. ده نوع بيعيش في الميه العذبه عندهم. يعني زي ما انتم شايفين بصوا السمك حاجات غاليه جدا 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 صراحه، بس الشيك السوق ممتاز، السوق تحفه. والله بصوا الخس ده خس، ده خس بمدور طماطم، بس مش عارف طعمها بصراحه، وانا ما باكلش اصلا من الشارع، استحاله اكل من الشارع. زي ما انتوا اهو شايفين اهو. بصوا السوق يا جماعه، السوق ضخم جدا 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 جدا، حاجه جميله جميله يعني بصراحه، وناس محترمه وادب. 650 اسرائيلي. يعني يا رب اللي انا بعمله ده يعجب حضراتكم. بصوا الفراوله يا جماعه، كوبنيجا، البرتقال اهو، فراوله ماشي. لا وانت نازل برضه تاخد لك ساعه كده. ده شوكولاتات، خليكم هنطلع على الدور الثاني وبرضه هفرجكم على ايه حاجات تانية ومن فوق وكده وتتفرجوا. بصوا يا جماعه بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا المنظر. واوكرانيا فقراء، واوكرانيا مش لاقيين ياكلوا، والناس زي ما انتم شايفين عاملين ازاي، وبلد فقيره. يعني خلينا بس نبقى فاكرين ان هي بلد فقيره. يعني ملابس يا جماعه، ملابس طبعا حريمي كلها. اهو يا جماعه السوق اهو من فوق. بصوا يا جماعه الشكل عامل ازاي، بصوا الجمال، بصوا يا جماعه. وايه بلد فقيره، يعني فقيره، عندهم حاجات مش بالروعه دي، والنظافه دي مش بيتصنعها نظافه. يعني في بعض الدول عندها حاجات افضل من كده واجمل من كده، ولكن بيصنعوا النظافه، فمش لاقي عليهم، مش لاقي عليهم ان هم يكونوا نضاف. فدي من الحاجات الكويسه قوي 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 في اوكرانيا، ان انت بتلاقي في كل حته نظافه، وممكن الناس اللي موجوده هنا باين عليها حتى النظافه. يعني شفنا الناس ماشيه عامله ازاي، حاجات كتيرة قوي. بص كافيهات يا جماعة، ده كافي، بص الشياكة، يعني معلش يعني بص شياكة، مفيش حد بينادي على حد، أيوة جاي والكلام التعبان ده. بص السوق من فوق عامل ازاي، بصوا يا جماعة السوق عامل ازاي. يعني أتمنى اللي أنا بعمله ده يعجب حضراتكم، خليكم معايا وإن شاء الله إيه يعني هحاول أصور لكم الجزء اللي هو الناحية التانية ده، وخليكم معايا إن شاء الله بإذن الله إيه مكمل مع حضراتكم. بحكم ورد وعسل. طبعا ده كان شنط، بيبيع الشنط طبعا. الحاجات دي كلها برندات يا جماعه، وكلها حاجات غاليه. يعني ايه عشان بس ان الواحد نقول اللي لينا واللي علينا، يعني مش قصه ده. فاكرين بلاي ستيشن فاكرين يا جماعه شغل البولالي اهو. بصوا الجمال، يعني اهو خلينا اصور لكم الكاميرا الثانيه. الساعه بصوا طبعا اهو، ده يا جماعه البلاي ستيشن على زينا. يعني بص طبعا اهو، مستمتع جدا.
حاجة آخر كمان يعني آخر شياكة الساعة بمية جريبن يا جماعة الناس اللي عاوزة تيجي تتفرج. يلا يا باشا يعني الصورة بألف كلمة وألف معنى يعني. انت مش محتاج ان انت اوريكوا الشارع يعني بصوا الشارع يا جماعة الشارع زي المول يعني حد يفتكر ان احنا بنصور المول هنا عشان هو نظيف فاحنا بنصوره لا الشارع كمان ايه زي المول بالظبط يعني طيب ده زي مكان بيشتغلوا فيه رجال اعمال ده صح بيعملوا فيه ديزاين بص هنا مكان ده بيجوا ديكورات مش عارف ايه عشان بس الناس تبقى عارفه بص الناس بتفكر صح ناس بتخطط لحياتها صح بتيجي انت واللي عاوز تعمل اجتماع مش عارف ايه الحاجات اللي هي اللي انتوا عارفين يعني انت عاوز تعمل اجتماع انت ومثلا عملاء بتاع بتيجي برضو تعمل هنا اجتماعات وتلاقي المناخ اللي يأهلك لكده اللي يخليك تعمل بيزنس صح مش انت سايب شركتك فانت كده من غير شركة لا 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 محلات الملابس شرابات يا جماعة اهو شرابات حريمي وملابس داخلية وحاجات كده يعني معلش انا صورت كده والله واحد صايم بس يلا اعذرونا يا جماعة في اللقطة اللي فاتت دي بس تقريبا مفيش حاجة حصلت يعني بصوا يا جماعة الشكل بصوا الجمال يعني بصراحة والله منظر راقي 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 جدا ما تيجي نأجر المكان ده باشا هنعمل فيه شوية اي حاجة نعمل فيه اي مشروع وهو بالترابيزات بتاعته وهينه الدنيا زي الفل اهو بصوا يا جماعة المكان ده فاضي والله فيا ريت اي حد عنده مشروع يجي ينور هنا يا رب يا رب خليني الف معاكم احنا لسه مستنيين الاكل احنا معزومين صديقي عازمني على الفطار صراحه هو شخصيه محترمه بس ما بيحبش يطلع ايه في التلفزيون يعني فان شاء الله باذن الله منتظرين لسه المغرب فاضل له بتاع نص ساعه ولا حاجه والله ما عارف كام يعني انا ممكن اشوف بس ما فيش حد حاطط الساعه ولا حاجه مش حد حاطط حاجه خالص يعني انا كده تقريبا لفيت كله وريتكم المول طبعا اهو طبعا واحد يقول لك مول ملابس كمبيوتر تليفونات ايه ده مول يا جماعه في كل حاجه تخطر على بالكم كل حاجة تخطر على بالكم. يا رب حلقة النهاردة فعلا تعجبكم وده فعلا نهاية بلوكنا. صباحكم ورد وعسل وبحبكم وافضل احبكم على طول. سلام يا بشر، سلام يا عرب، سلام يا هو. صباحكم ورد وعسل، يلا باي باي.